سيرت أليكس بغيت هكا هضرنا معك المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه يدد قبض الضد يا ما جابوك الخنز اللي ولدك لهذ البيت ينزع لك خزيت العس على جنب الراحه يا لطيف يا لطيف عليك مامر الله عرفتك انت هو كمال ياك عرفتي فين حنا لا في كوميسيرية الدرمولي الشريف في الحي المحمدي بعيد على سينما السعادة بشي 200 متر وفيها 150 واحد مسجون أكثريتهم من 23 مارس وفيهم بعض المسيرين ديال إلى الأمام من بيناتهم الشيباني وانت امتى شدوك تقاس بوستة ايه شد الفقارة شدوني نهار 9 في شهر 1 في المحصر شحال من واحد قال غير بالخلعة بلا ما يمسوه ماشي بحال هذاك العطاي ديال ابراهيم واخا عارف محكوم عليه بالمؤبد عطاهم كاع السميات وزعما راه من المسيرين يا حسرة يمكن تعرفت على واحد من لي زانسبكتور وياك عندك تخرج على فمك مرة أخرى إلا مشاو تعرفوك عرفتي شي واحد منهم والله يدوبوك في الملقطة عاودني منك راه شحال من واحد مشى فيها الله اكبر صور كيفاش تبداو الاعتقالات واحد النهار هذاك العطاي ديال ابراهيم غادي يسيك الموتور هو يحرق الضو الاحمر وقفوا البوليسي قال لي ارى الورق قال لي ما عنديش انتهى الكوميساريه ملي عرفوا الهويه ديالو لقاو روشيرشي عطاهم كاع السميات بالعناوين قبل ما يكمل الاسبوع المخاخ ديال 23 مارس طيروهم حتى الى الامام ما سجلوهمش السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ما حشمتوش ولا بحال ها ما حشمتوش انا كنصلو نتوما كتوشوشوا عليا ها ها بغيت نوتي هذا نوريك الكاغيط انت اللي عندنا بك الغرض وراك عارف راسك شنو داير غتلبس حوايجك وتزيد قدامي دابا يلا شد عندك ها شدو شكون؟ حلال خوك راه كيموت كمل شنو بغيتك تسديك ها؟ ما كاينش ما بغيتش هناك ايه راه عارف اللي راه كاين الفوق فوقوا منه أنا غادي نمشي معاكم دخلي يا ولدي دخلي يا ولدي دخلي يا ولدي الله يخليك ممكن تمشي للتواليت جلس في بلاصتك حتى رجعوا لي جابوك Thank you.
اللي جات قبيله بان لينا كامل واخدين واحد جوج الناس في الطوموبيله كحله 25 نوار. كيفاش؟ ما جو بونس كو سي لا بوليس. ميرسي. بونجور كوميسار. بونجور. الله يخليك، ما لقاش عندك شي معلومات بخصوص كمال المداديش؟ كمال مداديش هذا الاسم هذا ما داش عندنا. شافوا الناس خارج من هنا. مزيان، تقدري تعطيني سميت هاد الناس؟ لا، اسمح لينا مسيو كوميسار. على هاد الحساب هذا كتعرفي كمال. يمكن الا خطيبها ولا صاحبها. لا لا لا، ديزولي نجاة مسيو كوميسار هي رئيسة المصلحة فين خدام كمال. أنا غادي نقول لك مع كامل الأسف، ما عندي ما ندير لك. زيد أو زيد طلع عندك الدوش شوية عليك، وقف تما هاكا. السو ديالك ديال الدار ساكن مع الوالده والوليد. الزبوندو حيت حوايجك. رويحه في مس راه شفت عندك مقي أو خدامين معك حنا ولا؟ تحرك أسامي. يا تلاقى حيد أوليدي هذاك السليب حتى هو. ها اللبسة وديال الشعب ودم أنطقا فهمتي؟ وزير بزايد. واش تسنى؟ تحرك. فين شدوك؟ في المطار. ياك تناوي تهرب ساعة وليدي ما عندك زهر، وراك دابا في السما السابعة شاد الطيارة مع راسك. ما كنتش ناوي نهرب، أنا خدام في المطار. أنا ها واحد هاكا كيز الطريق تكيف ليا مع راسك، راه هو اللي خليك. ها كيرا طلق راسك زيد الصباط شد زيد يلا زيد بالدبي يلا الله يثبتنا على الشهادة. نسيتهم والله العظيم. اسمع اش غادي نقول لك انت، وحل ودنيك مزيان. يلا زيد قدامي وعمرك عمرك تدور راسك على اليمين على اليسار، وعمرك تحيد هذيك الباندا على عينيك، وما عمرك تطلب يرخفوا عليك المينور. ايه ديفاندي ديفاندي تحل هذاك الدرقوش عندك ولا تنتقب كلمة وحدة ولا راه المشويطه هي اللي كتسناك. زيد تمغط هنا تمغط تمغط هنا وعقل على نمرتك. 122 122 غير تسمعها قرد بو فرم شطعين بغير تلقاك واقف.
توكل على الله، احنا كنسمعوك ما تخافش. تمرك ساكت. ردوينا معك السي ادو ردوينا، ما عندك بلاش خاف. شنو بغيتو نقول لكم؟ كل شيء قاعد داكشي اللي كتعرف، غير المهم ما تبقى ساكت. يلا وليدي فرغ ديك المزيوده، شوف في صالحك صاف. هذا باين راسو قاصح، هذا من النوع اللي كيبغي سؤال جواب. واش عرفتي على الاقل علاش نتينا هنا؟ عارف، قريت كل شيء في الجرائد. جرائد. ياه، هي الاقارب على الاصوات. ايوا باللي انت عارف وقاري كل شيء، قول لينا علاش انت هنا؟ واخا اللي في علمي وهاد الاعتقالات كتم اتباع الماركسيه اللينينيه، وبالخصوص منظمات الى الامام 23 مارس، ولاني تيقوا بيا بلي ما بقات عندي معاهم حتى شي علاقه. انا ما ننكرش بلي كنت عضو نشيط في منظمه مني كنت تلميذ، ولاني دابا نقسم لكم بالله بلي ما بقى عندي معاهم والو، وحتى الماركسيه ما بقيتش كنامن مبادئها. واخا نفرض انك ما بقيتيش معاهم، ولكن ولا بدا عندك شي معلومات اللي خطرت في لونكيت. ما تنساش حنا راه عارفين على كل شيء. يلا قول لي ما عندك. كيفاش اللينينيه الماركسيه؟ اشرح لنا شويه. واش تكلم ولا لا؟ عرفوا عليها صح. شوف اولي، رد بالك مزيان وفكر مزيان، راك غادي تعترف، غادي تعترف بالزز او بالخاطر. انا واقف. يلا زيد قدامي. فين؟ فين؟ في خلال دارك. زيد تفجج. اكيني انا فين؟ ادوك زيد تفجج يا معلم. ايوا موجد راسك. اليوم غدوق من القاعة الخابية. ولا بغيتي نرخفو عليك؟ راك عارف اش خصك دير. داكشي اللي عارف قلتو ليكم. عندي ما تزيد. عجبان لكم؟ ايوا حنا غنشوفوك واش غطوع ولا لا. لو قديمتك يا وليدي. والقول واش نطق بكلمة واحدة. شرف كنت شرف.
ياك ما جاتك باسلة دابا تولف، دابا تولف ايه بشوية، دابا تولف ايوا اشرب واشرب. قول لي انت، هذا كمال اللي تكلمتي لنا عليه، انت متيقن كان كينتمي لمنظمة الى الامام؟ نعم سيدي. باش عرفتيها؟ حيت هو اللي كان كيوريني المجلة ديال المنظمة ملي كنا كنجتمعوا. امتى وفين كانت كتكون هاد الاجتماعات؟ في الجريدة ديال لارميطاج، هادي واحد العامين تقريبا. ما بقيتيش كتشوفو؟ من داك الوقت هو قال لنا بانه غادي يوقف نشاطه السياسي. عاش من التاريخ بالضبط؟ في ابريل عام 1974. دي هذا دابا ماشي توزن كلامك وتكلم معنا بكل صياحه وتقول لنا الحقيقه كلها. قلت لكم كلشي، بقى عندي ما نزيد وبغينا لي ديتاي. كل ما كيخصك كيهمنا. اجي وبغيتي تسرى العالم كله ياك، شكون قالها؟ صاحبتك ولا خطيبتك؟ حاجه اخرى، نبي خوك فين مخبي؟ في ام الزاد، شكون قالها؟ امك. ايوا شفتي هاد البلاد وكيتعاون معانا. الا انت علقو. صافي هداك الله. يلا ولدي تكلم، ها حنا كنسمعو. فعلا كنت كنتامي المنظمة الى الامام، كنت في خلية كتأثر الطلبة. واخا شحال من واحد كنتو نتوما؟ ثلاثة. شكون هما؟ شكون هما؟ بغينا اسماء. وتطلق راسك. كنا حمداني. واش كتصدع علينا ولا مالك؟ الحمداني هادي شحال باش مات. عطينا اسماء اخرى. صافي صافي صافي. قلت لكم اللي ما بقيت عندي فيها واحد شحال. صافي غفور عليه. تسربي صاحب راسك كتسرى ليا في الملاح ياك ما توحش السخينه والماحيه. يلا سربي لقميص. السيد عنده تقريبا 50 عام ومكرفسين عليه. دابا تولف اجي من امتى؟ الى الامام 23 مارس. بقى عندي ما ندير بهم بجوج. اعتقالات جديدة كتم إلى الأمام. شكون اللي قالها؟ عندك شوف بس. لا مقلبة بكم البريت ما رودي العرس ولا؟ أسر براسك صاحبك كيتسنى. لا وقيلا نجيب لكم النقافة والعمارية. أسر براسك السيد ياك ما نعطيك العكر الفاسي. سر بي النوبة صاحبك. بلي راكم فلانس قدام دولة قوية. بالله الذي لا إله هو إلا راكم مغفلون، ما عارفين شي الخطاك اللي طايق بكم. راكم كتلعبوا بالنار وهذاك اليهودي كيستغل السذاجة ديالكم. كنتي ديما كتعاطف مع اليهود؟
كاين هادشي السي كمال ولا لا؟ وكنت انت هو الشكام ديالهم. غير كيلعبوا. بالعكس مازال كنعقل. هذاك النهار ما عطيت حتى سميه. بحال كيف عامل دابا يا ولد الزنا يا ولد الكلاب يا ولد الاحباب. عارف الاسماء كلها وما حبيتيش تقولهم لينا. علاش ما حبيتيش تقولهم؟ عرفت اش غادير؟ تكلف بيه. طلع هذيك الباندا. Tiens, d'ici. Assez pour t'aider. Aïe! Que t'as une petite lumière, Naya? Allah, vous le donnez comme moi, tu devrais faire la petite ou petite lumière. Mais Zia, tu vas le faire. Mais quand tu m'as oublié, tu vas vous donner une lumière. Tiens, vous le donnez comme moi! واش الدراس؟ شد الراس وخور لي عينيه. غادي نقطع ليه اللسان. اللسان مالك بغيتي تقرو حتى هو. قطع ليه حناكو. انت سكتنا. سكتنا البوحات اللي ولد. العبرجي اللي حطك. ارى الموس. علاش الموس علاش؟ وهذوك الصباع مالهم؟ حفاو لي كله. راه غادي نتكرفصوا عليه. وزيدين تكرفصوا عليه راه خلقوا الله للتكرفيص. راه داكشي اللي كتب عليه الله هو هذاك. فرسك. وعليه. دخلت عليك بالله. لا اله الا الله. دخلت عليك بالله وليدي لما قول لي علاش سبعتوني زلاطة على الوطين. اسيدي نعم اسيدي راني بوليت الفرع. باقي صغار. ما كاينش اللي دخل عليهم تدخل ديال الخبز. دخلت عليك بالله الا ما فك حيلي الله يدوب السلام عليك. دابا انت غير تعداو عليك ظلموك مسطين هاد الناس اللي علاش انا ما شدونيش انا؟ كيقلب على واحد السيد اللي يقولوا لي عنتر. عند موطور ياماها. انا نعم سيدي عندي موطور ياما ود قدمت فيها شبعني زلاط وليني انا راه ماشي عندك. والله الا بقيتي فيا بالله تقفلات لي الشهيه الحاج. هو البوحات اللي ولدو قالها بقى فيك. وناس ناس ناس واحلم باللي راك مع وليداتك بربعه. لا عنده ياما كيقولي بيه وواحد فيكم كان كيكم معاه وراه كيقولوا له عندك يا ولد الاحباب. الى ما قلتيش لي شكون هو ماشي نطقطق فيك هاد فيك ديالك غادي نحسب حتى العشاء جوج كلاش تدي في مخك. قلت لك بلي عرفوك هكا سيك ما كنعرفوش ما كنعرفوش. عبد الحليم عبد الحليم عبد الرحيم عبد الرحيم وفين كيسكن؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جلالة الملك إن الأحكام التي نحن بصدد إصدارها والتي تخص المتهمين بالمس بأمن الدولة ترتكز على البنود اختصار أستاذ. تفضل صرح بالحكم. بالسجن المؤبد على الأشخاص الآتي أسماؤهم: مصطفى القولي، علي الربيعي، الخضر منير، وبالسجن لمدة 22 سنة على كمال مديدش وقاسم خليل المكنى ببوستة. وبالسجن لمدة 14 سنة
على الرجراج سعيد المكنى بعنتر. رفعت الجلسة. غدا سنأتي ولن نخلف الموعدا. سنأتي ولن نخلف الموعدا. فهذا الجمال في صفنا ودرب النضال يمد اليدا. ودرب النضال يمد اليدا. ودرب النضال يمد اليدا. سنشعلها ثورة في الجبال. سنشعلها ثورة في الجبال. وفي كل شبر سنجعلها نشيدا يجدد روح النضال. نشيدا يجدد روح النضال. نشيدا يجدد روح النضال. لنا رفاق لقاء سنأتي ولن نخلف الموعدا. فهذه الجماهير في صفنا ودرب النضال يمد اليدا. ودرب النضال يمد اليدا. ودرب النضال يمد اليدا. سنشعلها. عم سيدي كانوا في قبيله وحكموهم من بعد ما تحكم.